هنعمل ميكس بين لسان العصفور والمشروم والصوص البني، نطلع بيهم طبق لسان عصفور خطير. تعال نشوف المقادير. معايا 3 كوبايات من لسان العصفور متحمر، ما عملتش اي حاجه غير ان انا حمرته قبل الهواء عشان بس الوقت مش اكتر. بوصله لدرجه لون ذهبي، بشوحه مع فص مستكه وحته سمنه بلدي وشويه زيت، بيطلع عندي باللون الروعه اللي انتم شايفينه ده. طيب ايه اللي بعد بقى محمرنا لسان عصفور؟ عندي بصله مفرومه، عصير ليمون عشان يحافظ على لون المشروم، بيدي طعم حلو جدا، يا دوبك عارفين ان هو نقطتين بس وانا بشوحه. ملح وفلفل، بهارات لحمه، زبده وزيت، ومعلقه كبيره ديمجلاس. طيب اللي هي دي. ايه تاني؟ عندي 300 جرام من المشروم. والله عايزين تخلوه زي ما هو كده ماشي، عايزين تفرموه بالسكينه خشن ماشي، عايزين تدوله لفه في الكبه مثلا، او يعني تفرموه في اي حاجه، عايزه تخليه زي ما هو المشروميه وتبشريها برده ماشي. كل دي بحاول اديكي حلول عشان تطلعي الشكل الحلو ده. وتوم، احنا قلنا التوم بس خلاص، ما عنديش حاجه تانية. تعالوا نشوف هنعمل ايه. بصوا بقى الفكره من الوصفه دي ان انا بعمل ميكس بين المشروم وبين لسان عصفور. في العادي احنا بناكل لسان عصفور شوربه، او بناكله مفلفل، او بناكله في سلطه الكبده اللي عملناها من كام يوم لو تفتكروا، جه عليها تطبيقات كتيره جدا الحمد لله. فانا عملت ميكس بين الاثنين، ادتني طعم حلو، ادتني صنف جديد مش تقليدي، فهي دي النقطه اللي انا بتكلم فيها. طيب احنا حمرنا لسان عصفور وشلته على جنب. الحله اللي حمرت فيها لسان العصفور هي الحله اللي هعمل فيها بقيه الوصف عشان اخد الطعم بتاع التحمير. هنزل بالزبده اهي، سخنت دي وشغاله على دي، وشويه من الزيت. الزبده عموما في اي اكله لازم اديها سن الزيت. السمنه لا مش هتتحرق، لكن الزبده عندي تتحرق، فلازم سن زيت بسيطه قوي. اهي تبتدي كده تسيح. هجيب بصلايه حلوه كده، يعني بصلايه صغننه مش كبيره، ومفرومه بالسكينة أو في الكبة المتاحة عندك. أديها شوية ملح وأديها تقليبة تانية. النار عندي حامية، ممكن عليها كمان درجة بس كده أهي. بشوح البصلية بس تصفر حاجة بسيطة، مش تغمق ولا تتحروق، أنا عايزاها بس تاخد إيه لون بسيط عشان تطلع طعم البصل الني، مش أكتر من كده. هنزل بالثوم، يعني هنقول نص معلقة صغيرة من الثوم مش أكتر من كده. عايز تحطي سمنه مفيش مشكله، هتعمليها بالزيت بس برضو براحتك على حسب بقى المتاح عندك. اهو لسه برضو ما خدتش لون، عايزاها تلون مظبوط. دي رش فلفل اسود. طيب بصوا البصل عندي ابتدت ريحته تطلع مع الثوم، ما تتكش قوي عليهم لاني حطيت الثوم. لو انا ما كنتش حطيت الثوم كنت ممكن اشوح 10 دقايق هنا، لكن مجرد ما حطيت الثوم مش عايزه اطول عشان الثوم بتاعي ما يحرقش. يعني اللون ده بالنسبه لي حلو جدا. خلاص كده زي الفل، هروح نازله بالمشروم. حاولوا كده نشغل دماغنا مع بعض ان احنا نعمل حاجه ناكل بيها الولاد. بصوا ريحه المشروم مع الزبده لوحدها حكايه، يعني مشروم مع بصلايه وتوم والله ريحته مش محتاجه اي تركيبه وصفه باقيه. شايفين التشويحه اهو شغال زي الفل، والله حسيت انه محتاج شويه زيت، هنزود شويه زيت، هنقول لا حاجه بسيطه كده مش كتير، بزود شويه عصير ليمون. ودي يعني تريك صغيره حطوها مع اي مشروم بيتشوح. بصوا قد ايه، جيب كده من غير معلقه، بصوا انا هحط قد ايه، معلقه صغيره بتفرق جدا جدا، وبتفضل مخليه لون المشروم مزهزه كده وحلو، ما يسودش بقى ولا يدبل ولا يجرى له اي حاجه. حط بقى في المرحله دي شويه بهارات لحمه، ودي اختياري بس بما ان انا مش حاطه يعني حاجه فيها لحمه، فبدي رشه كده بتدي طعم حلو جدا، مش رشه هي يعني رشتين ثلاثه، ونشوح الكلام الحلو ده كله. طيب في المرحله دي هعمل ايه؟ هروح نازله بلسان العصفور. بصوا بقى لونه كهرمان، ونقلب بقى الكلام ده. بصوا اجيب اهي، نجيب شويه ميه بس، حاجه بسيطه قوي، ناخد كده هنقول مثلا نص كوبايه من الميه، وعليها البودره بتاعه الدمجلاس. بصوا اللون بقى هيحلو دلوقتي عندي ويبقى زي الفل. تمام كده، احط المرق الاول اهي، واقلب تقليبه. الريحه روعه، واروح حاطه ايه بودره الدمجلاس اللي احنا دوبناه اهو. يبقى انا نقلت الطاجن ده
من لسان عصفور عادي كده تقليدي لوصفه حلوه قوي. هنحتاج نزود شويه شوربه. طبعا الشوربه يعني متبهاره، او لو انت مثلا عندك شوربه لحمه فراخ الملح بتاعها لو مظبوط خلاص ما تزوديش ملح تاني. خدوا بالكم بودره الديمجلاس اصلا حادقه، فنظبط الموضوع ده. لو انا عندي الشوربه بتاعتي مالحه يبقى هخففها بشويه ميه، لكن الملح واحنا بنشوح البصل والفلفل الاولاني ممكن تستغني عنه خالص. هزود بس شويه فلفل اسود، يعني بحس ان الوصفه دي بتحب الفلفل الاسود يبقى شويه كتير بس كده. ياخد وقت قد ايه تسويه؟ بالظبط بالظبط 20 دقيقه يبقى مستوي ومفلفل وطعمه وريحته جنان. لون المرقه اصلا لوحده خطير من شويه بودره الديمجلاس اللي احنا حطيناه. هعمل ايه؟ هسيبه يغلي، هغطيه كده زي ما بنعمل الرز العادي بالشكل ده واسيبه. اول ما يغلي كويس قوي بروح مهديه النار شعرايه كده زي ما بنسوي الرز لحد ما يستوي. بعد ما بيستوي بقى بروح عامله الغطا كده اسيبه يخرج اي بخار زياده موجود، يعني اهو طبعا هي غلي كويس فانا ابتديت اهدي النار بقى لحد ما تستوي. بصوا الشكل عندي اهي بتشكشك وبتتشرب، الريحه تحفه. يلا بينا. الله، في كلام حلو حاصل في الحله هنا. بصوا الجمال، شايفين؟ وبيبقى هنجيب بس حاجه امسك بيها جوسي كده، يعني مش ناشف لا، بيبقى فيه شويه كده مش هقول تلزيقه بس يبقى فيه شويه صوص تقيل من ايه؟ من بودره الديمجلاس اهو. تقليبه كده. عايزه اقول لكم ده فاضل له بالظبط 5 دقايق ويبقى مستوي. بصوا ما بياخدش وقت ازاي؟ وريحته خطيره. في المرحله دي بقى لو تفتكروا في اول حلقه قلت لكم ايه؟ حط الغطا كده مرجل مرجل.